بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي بناتي، عدت لكم مع تمرين في الأعمدة. قبل ذلك هذا مراجعة نهائية لكل من تلاميذ الرياضي والتقني الرياضي، فهو يشمل كل ما تحتاجوه في الأعمدة. إذا بسم الله، يقول التمرين دراسة العمود فضة حديد. لدينا واحد فرات 96500 كولون. نوجد العمود فضة حديد باستعمال بشرين يحتوي كل منهما V1 و V2 تساوي 100 مليلتر، ثم يقول 100 مليلتر ننجز العمود فضة حديد باستعمال بشرين يحتوي كل منهما 100 مليلتر. نترات الفضة تركيزه المولي سي 1، كلور الحديد الثنائي تركيزه المولي سي 2 حيث سي 1 تساوي سي 2، صفيحة من الفضة وصفيحة من الحديد وجسر ملحي. نربط قطبي العمود بجهاز الفولت متر، ثم يقول كما يوضحه الشكل فيشير إلى توتر كهربائي قيمته يوزرو 1.24 فولت. ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها جهاز الفولت متر؟ أكتب الرمز الإصطلاحي للعمود المدروس، أكتب معادلتين نصفيتين واستنتج معادلة التفاعل. ثم يمثل الشكل بيان تطور التركيز المولي بدلالة الزمن بين العبارة التالية اللي هي تركيز شاورد الأجي بلس. بالاستعانة بالبيان حدد قيمة كل من اي وكذلك تركيز المولي سي ان لمحلول نطالة الفضة. أعطانا بيان تركيز الفضة وأعطانا رمز العمود. إذا نبدأ على بركة الله، نعيد كتذكرة بسيطة جدا. ما هو العمود؟ العمود هو يتكون من نصفي عمودين، بحيث عندنا صفيحة فضة وهنا عندي شوارد فضة، وعندي صفيحة حديد وهنا عندي شوارد حديد الثنائي F2 بلس. أغلقنا الدارة. يقول التمرين بكل بساطة إلى ماذا تشير القيمة. إذا إحنا عندنا الفولت متر يشير إلى U0 ماذا تساوي؟ تساوي 1.24 فولت. الفولت متر هذا يشير إلى القيمة هذه، والسؤال يقول ماذا تمثل هذه القيمة؟ إذا أبنائي بناتي، هذه القيمة ماذا تمثل؟ تمثل القوة المحركة الكهربائية للعمود، معناها التوتر الكهربائي الأعظمي بين طرفي العمود. وكما كنا نقولوا في درس الكهرباء هي E، معناها الـ E تاعنا هي الـ U0 هي 1.24 فولت. كما مثلا كي نقول نروحو نشريو بيلة في العامية، كاينين لي بيل تاع 1.5، كاينين لي بيل تاع 9 فولت، كاينين لي بيل تاع 3 فولت. دونك القيمة هذه هي القيمة العظمى للعمود، وعلى قد ما يشتغل على قد ما تتناقص إلى أن تنعدم. وحنا بالعامية نقولوا البيلة ماتت، واش معناها؟ معناها التوتر بين طرفيها أصبح يساوي صفر، أي أصبحت لا تعطي تيار كهربائي لانعدام حركة الإلكترونات. هذا أول سؤال. السؤال الثاني، أكتب الرمز الإصطلاحي للعمود. إذا أبنائي، الرمز الإصطلاحي للعمود ما معناه؟ الرمز الإصطلاحي للعمود، الرمز الإصطلاحي للعمود معناها تكتب له القطبين أيهما الموجب وأيهما السالب. وهناك إصطلاح علمي عالمي هي أن الرمز الإصطلاحي نحطوه هكذا، هذه وصلة كهروكيميائية، هذه هي الجسر الملحي، هذا على اليمين القطب الذي يمثل موجب، وعلى اليسار القطب الذي يمثل سالب. ثم هنا نحطوا الشوارد وهنا نحطوا المعادن، هنا الشوارد وهنا المعادن. دونك شكون يتمثل القطب الموجب؟ مادام هنا حاط لك كوم وكاتبها لك بلي راهي موجبه، معناها صفيحه الفضه هي الموجبه، بينما صفيحه الحديد هي السالبه. فهنا عندنا الفضه رايح، شوارد الفضة هذه رايحة تتناقص، معناها رايحة تحدث عملية ترسب هنا كما شرحتها لكم في الدرس. والدليل أجي بلوس يتناقص، معناها راهو متفاعل. مادام متفاعل راح يكسب إلكترونات، مادام راح يكسب إلكترونات
معناها راح يصير تفاعل ارجاع. اين يحدث الارجاع؟ يحدث في المهبط. فهذا هو المهبط اين تحدث عمليه ارجاع، وهنا تحدث عمليه ترسب، بينما هذا هو المصعد تحدث عمليه اكسده، حيث ماذا؟ حيث هذا يحدث تآكل، تتآكل صفيحة الحديد. هذا كمقدمة معناها الإلكترونات، وهو مطلوبش الشيء هذا يعني ليكم بركة تذكرة. الإلكترونات حين يغادروا هنا راح تجيني هنا، فشاردة الفضة تكتسب الإلكترون ويحدث هنا ترسب للفضة، هذه تولي فضة، بينما هنا يحدث تآكل وتتحرر الشوارد الاف او دو بلس. دونك فالموجب تاعنا هي الفضه، اذا اجي بلس اف او دو بلس، بينما نكتب المعادن هنا. فهذا هو الرمز الاصطلاحي للعمود ابنائي بناتي بكل سهوله. ولما يقول لك الكم، اذا حط لك اشاره سالب فهو القطب السالب، اذا ما حطهاش فهو القطب الموجب. ثم يقول سؤالي بعد ذلك اكتب المعادلتين النصفيتين. مادام حددنا باللي الموجب هو الاجي بلس، هنا راح يصرالي تفاعل ارجاع، فنقول معادله نصفيه ارجاع، وهنا معادله نصفيه اكسده. فندير المعادلتين النصفيتين ثم نجمع المعادلتين. فهذا سؤال رقم ثلاثة. المعادلة النصفية ارجع نبداو، عفوا عكست هنايا الفضة هذه اكسدة ارجع. فعندنا الحديد راح يفقد دوز الكترون ويعطيني اف او دو بلس، فصفيحة الحديد هاي راح يصرالها تآكل ويزداد عدد الشوارد هنا، فهنا سالب معناها رايحه تفقد الالكترونات تاعها. لما تروح للفضه، ناخذ الاوكس يكسب الالكترون يعطيني ترسب للفضه، تزداد كتله الفضه هنا. باه نجمع المعادلتين نضرب اولا في 2 ثم نجمع. لما نجمع المعادلتين رايحين نلقاو معادله الاكسده ارجع لي معادله التفاعل اف او سوليد زائد 2 اجي بلس اك تعطينا اف او دو بلس اك عفوا زائد 2 اجي سوليد بالشكل هذا. يمثل الشكل بيان تطور التيار تركيز شوارد الاجي دو بلس او الاجي بلس، والمطلوب اثبات العلاقه. باه ندير العلاقه، اولا نكتب جدول التقدم. هنا عندي ام زيرو، ام زيرو على ام، وهنا عندي ان واحد في واحد في واحد، هنا عندي ان اثنين سي اثنين في اثنين، وهنا عندي ان ثلاثة ام زيرو على ام. المعادن والشوارد بالشكل هذا كتذكرة لجدول التقدم. ثم عندنا هادو يتناقشوا هادو كيزيدوا، ان زيرو ناقص اكس رقم ستوكيومتري، ان واحد ناقص اثنين اكس، ان اثنين زائد اكس لانه نواتج، وان ثلاثة زائد اثنين اكس. فتلاحظوا المتفاعلات ينقصوا والنواتج يزيدوا كالعادة، لكن فقط النواتج هنا غير معدومة لأنهم في الانطلاق بعد موجود صفيحة فضة صفيحة حديد كتل محلول في شوارد الفضة محلول شوارد الحديد محلي. ثم ان زيرو ناقص اكس اف، ان واحد ناقص اثنين اكس اف، ان اثنين زائد اكس اف، ان ثلاثة زائد اثنين اكس اف. بالشكل هذا جدول التقدم تاعنا. السؤال يقول بين العبارة التالية، فباه نبينو العبارة نمحي هنايا هادي، نبين العبارة. إذا السؤال ربعة واحد
إثبات العبارة اللي هي عبارة تركيز الفضة يساوي ش ناقص واحد أو عفوا إي على ش أن في أن في تي إي ش أن أف في في أن عفوا. هذه هي العبارة المطلوبة للإثبات. كيف نثبت هذه العبارة أبنائي بناتي؟ إذا كالعادة كما ولفتكم نبدأ دوما بجدول التقدم. إذا جدول التقدم نروحوا لمن؟ نروحوا إلى شوارد الفضة. ها نروحوا لجدول التقدم هذا شوارد الفضة أن واحد ناقص 2 إكس، ومادام راهو تركيز إذا نقص مع الحجم. فنقرأ تركيز شوارد الفضة هي كمية المادة على في. حنا ما في الدروس السابقة نقول في توتال، بصح هنا ما نقولوش في توتال، لأنه هذه موجودة في الحجم تاعها، والعمود هذا موجود في الحجم تاعو هكذا. الفضة موجودة هنا، والحديد موجود هنا، وما كانش خلط للمحلولين، معناها الحجم هذا في أن، والحجم هذا في دو، وما يتبدلوش. فنقول أجي بلوس على أن في أن. نعوضوا ان من جدول التقدم هاي ان ا ناقص 2 اكس على في ان، حيث الان ا هو ش ان في في ان على في ان ناقص 2 اكس على في ان. مفهوموش درت؟ اول حاجه حطيت التعريف، التركيز هي كميه الماده على الحجم، ثم بعد ذلك كميه الماده هذه عوضتها هنا ان ا ناقص 2 اكس ها، ثم عوضت ان ان هي ش ان في في ان ها، وفرقت الكسر ان ان على في ان و 2 اكس على في ان بالشكل هذا، فراح لي في ان مع في ان، اذا تبقى لي ش ان ناقص 2 اكس على في ان. هذه شوارد الفضه نحافظوا عليها كعلاقه. ثم نلاحظوا بلي هو دخل لي التيار ودخل لي الاف، معناها حين تبقوا العلاقتين اللي عندهم علاقه بالاعمده اي في تي زد اكس اف هكذا، هذا يساوي هذا، اذا اي في تي زد اكس اف العلاقه اللي تربط لي هذه بهذه هو الاكس، دونك نخرجوا الاكس اي في تي على زد اف، حيث ما هو زد؟ زد هو عدد الالكترونات المتنقله او المتحركه واللي هي المضاعف المشترك، دونك هذا فقد زوج وهذا كسب واحد، واحد وزوج، ما هو عدد الالكترونات الكلي؟ هو المضاعف المشترك الاصغر اللي هو 2، فنقول زد تساوي 2 لان عدد الالكترونات 2، ف اي في تي على 2 اف هاو الاكس تاعنا. دونك اكس تاعنا يساوي هكذا، يساوي هكذا، هذا رقمها باثنين، فماذا نقول؟ نقول مباشرة نعوض اثنين في واحد، في بلاصة اكس هذه نكتبوا العبارة هذه، فلما نكتبوها مباشرة نمحي هنا، نقول مباشرة نعوض 2 في 1 هذه في هذه، إذا أج بلوس ش أن ناقص 2 على في أن في بلاصة إكس أبنائي بناتي نكتب هذه إي في تي على 2 إف، هذه نكتبها هنا تولي لي 2 إي تي على 2 إف، هذا كامل راهو إكس ها. هذا كامل راهو اكس، اذا تروح 2 مع 2 تبقى لي مباشره اجي بلس تساوي سي ان ناقص اي في اف في تي، وهذه هي العباره المطلوبه. ها العباره المطلوبه في التمرين، يقول السؤال ايجاد كل من اي و سي ان. دونك
ما نوع البيان؟ البيان تآلفي، وأنا ولفتكم بشيء أن كل بيان تآلفي وخطي يتحل بالمطابقة، فنقول بالمطابقة بين العبارة البيانية والنظرية، البيانية والنظرية. عندنا بيانيا أجي بلوس يساوي أتي زائد بي من شكل إيكغيك تساوي أكس بلوس بي، لأن البيان تآلفي. نظريا عندنا هذه أجي بلوس، هاي نظريا ناقص إي على في أن في أف تي زائد سي أن. هذه هي هذه، غيرت الترتيب. فلما نتابعو نلقاو الا هو هذه والب هي هذه، دونك بالمطابقة مباشرة بالمطابقة عندنا ها هو الب اللي هو سي ان. اذا بالمطابقه سي ان تساوي ب، هذه صفر واحد، اذا هذه صفر اثنين، مول باغليت ها سي ان هو ب، وهو التقاطع مع محور التراسيم. بينما عندنا ناقص اي على في ان اف تساوي ا، اذا اي هي ناقص ا في في ان في اف. الا هو الميل يكراك دو ناقص يكراك ان، نهزو النقطة هذه مثلا الف مع صفر واحد هذه وهذه، الصفر مع الصفر اثنين بالشكل هذا، علما انو هذه نحولوها للسكوند لأنها بالمنوت، فتولي لنا مباشرة إيكغيك اثنين ناقص إيكغيك واحد، إيكغيك اثنين إيكغيك واحد، إكس اثنين ألف في ستين ناقص إكس واحد صفر. إذا نحسبوها الستين باه نروحو من المنوت للسكوند، من المنوت للسكوند. إذا نحسبوها مباشرة صفر فاصلة اثنين ناقص صفر فاصل واحد على ألف في ستين تساوي واحد سبعة وستين في عشرة قوة ناقص ستة، إذن واحد فاصل سبعة وستين في عشرة قوة ناقص ستة. نتأكد من القيمة، نعم، نروح نعوضو في الإي، إذن إي تساوي ناقص واحد فاصل سبعة وستين في عشرة قوة ناقص ستة في اف ستة وتسعين ألف وخمسمية، الفي ان شحال مدوه؟ مدوه مية في عشرة قوة ناقص ثلاثة، إذا في مية في عشرة قوة ناقص ثلاثة في ستة وتسعين ألف وخمسمية، النتيجة صفر فاصل صفر ستاش أمبير بالشكل هذا، إذا 16 ميلي أمبير. وهذا هو التمرين تاعنا أبنائي بناتي، درس الكهرباء أو اللي هو أعمدة عفوا هو درس بسيط جدا، إذا لا تتهاونوا في المراجعة تاعو لأن نقاطه مضمونة، وسأحل لكم تمرينين آخرين على الأقل، لكن لا تنسوا دعمي بالمشاركة في القناة وكذلك نشر القناة بين أصدقائكم، فهي نهاية العام أرجو الدعم منكم فضلا وليس أمرا، اشتركوا في القناة وكذلك وضع التعليقات ووضع الدعم اللازم، ربي ينجحكم. في انتظار ذلك تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.